قام المحافظون بجولات مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم حفاظا على الصحة العامة. وخلال الجولات أكد المحافظون على أن تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرين إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته. للمزيد من التفاصيل معنا هاتفيا الأستاذ عبد اللطيف وهبة، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بك يا أستاذ عبد اللطيف. اهلا بحضرتك يا فندم. اذا الجولات المفاجئه بدات من قبل المحافظين لتطبيق قرارات الدوله، قرارات مجلس الوزراء الخاصه بالزام المواطنين بتطبيق كل الاجراءات الاحترازيه وارتداء الكمامات في الاماكن العامه ووسائل النقل ايضا. كيف رصدت يعني بدايه هذا اليوم؟ اولا يعني هذا يحسب للحكومه على اعتبار ان حتى الاجراءات التي لا تكلف المواطن اي شيء على الاطلاق يعني بيحصل فيها خرق، يعني عدم التزام المواطنين في المواصلات العامه، في الاماكن، في المطاعم، في المقاهي، في يعني في المحلات العامه، وهو اجراء لا يكلفهم اي شيء على الاطلاق، كل ما فيها الماسك فقط، في حين ان هذا الاجراء يكلف الحكومة أعباء مالية كبيرة جدا في حال الإصابة. زي ما حضرتك شايف يمكن خلال الأيام الأخيرة قفزت معدلات الإصابة في مصر، يعني قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وبالتالي أصبح هناك إلزام، وإلزام إجباري هو استخدام الفيس ماسك في كافة، سواء في العمل، سواء في المواصلات العامة، في المطاعم، في خلافه. الأهم من ذلك أيضا أن الحكومة يشترط على المواطنين فيما يتعلق مثلا بالجهاز الإداري للدولة، أصبح في روتيشن، عملية تبادلية كده، بحيث ما يبقاش في تكدس في المصالح والهيئات الحكومية. إذا 50 جنيه تقي فرد، تقي فرد وتقي عائلة وتقي يعني مجتمع، انت حضرتك او اي واحد بيبقى مخالط مع الاخرين، يعني العدوى ليست له فقط. المشكلة الاكبر وهو ما دعا الحكومة الى اتخاذ هذا الاجراء ان زي ما بيقولوا الانواع الجديدة من فيروس كورونا والمنتشرة في العالم الان هي انواع من الممكن حضرتك يبقى من السهل انتشارها ومن السهل انتشارها، وبالتالي اعتقد ان هذا الاجراء سيحد من عمليه، لانه هو اجراء وقائي في المقام الاول. الحكومه اتخذت اجراءات كثيره جدا فيما يتعلق بالحفاظ على المواطنين. رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن كان في البدايه خالص في ازمه كورونا قال صحه المواطن هي الاهم، عندما لجأنا مثلا إلى الغلق التدريجي في بعض المنشآت أو في بعض القطاعات، لم ينظر إلى الخسائر الاقتصادية بقدر نظرته إلى المواطن المصري وصحة المواطنين المصريين. الآن هو إجراء لا يكلف المواطن أي شيء، ولكن إهمال هذا الإجراء يكلف الموازنة العامة للدولة أموال كثيرة جدا. صحيح. احنا دلوقتي تعاقدنا مع يعني عدد من الشركات فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات الخاصه بفيروس كورونا، لها اعباء ماليه، وغير الاعباء الماليه انت بتخضع لتفاوض صعب جدا على اعتبار ان هناك محدوديه في الشركات التي تنتج العقار في العالم، بالاضافه الى ان هذا الوباء هو موجود في جميع الدول العالم، وبالتالي التكالب عليه بيرفع من اسعاره او من خدماته. لا ويعني كمان يا استاذ عبد اللطيف الاجراءات اللي بتتخذها الدوله هي اجراءات في غايه الاهميه، لان احنا مش فقط هنعتمد على وعي المواطن، ولكن تطبيق الاجراءات، تطبيق القانون هو اللي هيحقق لنا الهدف. وان شاء الله بتطبيق هذه الاجراءات بمنتهى الحسم والحزم هنخرج باقل قدر من الخسائر. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.